دكتور، زي ما شفنا كده حضرتك متابع معانا الحلقة، أميرة باين عليها إن هي متعلمة، مش شخص مش فاهم أو شخص ممكن يضحك عليه. فإزاي بيكون أشخاص متعلمين وفاهمين والمفروض إن هم دارسين يجروا ورا حاجات زي جلسات الطاقة؟ وهنا قصدي في جلسات الطاقة الحاجات اللي هي ضد الديانة. بالظبط. طيب، ممكن هو حضرتك توضح لنا الفرق بين الروحانيات وجلسات الطاقة، أو بين جلسات الطاقة اللي المفروض هي أوكي ونكمل فيها ونعملها، لكن جلسات الطاقة اللي حضرتك تنهينا عنها؟ تمام. في الأول أنا بشكرك طبعا على الطرح ده وعلى الموضوع ده، وفي الحقيقة على رأيك والكلام اللي قلتيه، لأن أنا متابعك وفعلا قلتي معلومات صحيحة عن الطاقة إحنا دايما بنوصلها للناس. وأنا حتى لما سمعت الفيديو ده يعني أنا صعقت من إيه الكارثة دي يعني، وفي كلام يضحك يعني ما يدخلش دماغ حد خالص، وكلام غريب، وفي الاخر تحت مسمى جلسات الطاقه. يعني احنا كناس متخصصين في الطاقه اصلا ما نعرفش حاجه عن الكلام ده. للاسف بتكون جلسات روحيه برعايه شيطانيه تحت مسمى العلاج بالطاقه او جلسات الطاقه او الخروج من الجسد او كل الكلام ده. وده طبعا كلام غريب جدا علينا، لان احنا في الطاقه زي ما حضرتك تشرفتي وقلتي جلسات مديتيشن، احنا بنعمل تمارين صحية جدا لتوازن طاقة الجسم، احنا بندرس علم الموجات، هندسة فيزيائية، ازاي نستخدم طيب يا الطاقة دكتور، الحيوية اللي هي أميرة هنا، موجودة في أميرة الطبيعة هنا كده، والعناصر الطبيعية اللي موجودة حوالينا. ده اللي احنا بندرسه، ده اللي احنا فاهمينه، وده اللي المفروض المجال اللي احنا بنتكلم فيه وحتى بندرسه للناس وندربهم عليه. تمام. ولكن طيب بنقابل ثانية يا كتير دكتور، جدا. حضرتك معايا لو سمحت دلوقتي؟ أميرة ما درستش الطاقة بالمفهوم اللي حضرتك بتقوله، فممكن آه حضرتك تقول لنا هو إيه اللي حصل لها وهي بعيدة كل البعد عن المس، عشان ما نقولش ان هي ممسوسة او عندها سحر، هي بعيدة كل البعد عن الموضوع ده. هي حد سيطر عليها او في قوة معينة سيطرت بالضبط. عليها، هما في الحقيقة والقوة دي بيعملوا للناس انا دي اكاد اجزم ان القوة دي اتحضرت عليها، يعني أميرة كانت كويسة. بالضبط اللي بيحصل لهم في الأول، يعني زي عملية غسيل مخ كده. وما ننكرش ان ربما يكون في قصور نفسي ما دفع هذا الشخص، بغض النظر عن هو دارس ومثقف او كده، بس في ناس ضعيفة نفسيا وبالتالي ممكن سهل ان هم يستدرجوا، ما يبقوش على درجة كبيرة من الوعي. فرق بين هو خريج ايه بس عنده درجة من الايمان ومن الوعي، الحتة دي عنده شوية مشوشة، فبيبقى سهل اصطياده من الناس اللي زي دي. طيب وبالتالي أنا إزاي أفرق بيبتدوا يا ان دكتور؟ هم يعني عارفه هم دي جلسات روحيه، يعني خلينا نوضح هم بيعملوا ايه. هم بيمارسوا طقوس معينه، الطقوس دي روحيه ملهاش علاقه بالطاقه. طيب دكتور محمد، أنا أعرف حد بيعالج بالقرآن أو معالج بالقرآن، إيه بقى معالج روحاني أو معالج بالطاقة؟ وإزاي أفرق بين حد فعلا بيعالج بالطاقة وبين دجال أو حد عاوز يستغلنا؟ ممكن حضرتك تقدم لنا النصيحة دي؟ طبعا، لان ده كلام مهم جدا. احنا عندنا في الرقية الشرعية، وعارفين ان احنا عندنا حتى في الدين بتاعنا، ازاي ان انا لو انا عندي اي مشكلة واحنا بنؤمن بربنا وبنؤمن بالقرآن، والكلام على فكرة لكل يعني مش بس في المسلمين، في المسيحية يعني في الديانة المسيحية، ان احنا عندنا منهجية وربنا قال لنا نعمل ايه، وفي السيرة النبوية وكل حاجة. الموضوع رقية لا أكثر ولا أقل. ولكن لما احنا بنتكلم في جلسات الطاقة، جلسات الطاقة ليها علاقة بالحالة الاستشفائية بشكل عام.